بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه الشر والضرر والمخاطر. الخمر أيها الأحبة، قوانين العلمانية قالت ليس منه أي ضرر وهو حرية شخصية. وسبحان الله، اليوم الغرب يستغيث ويناشد وينادي ويصرخ بضرورة ترك هذه الخمور نهائيا. ما هو السبب؟ دعونا نتأمل بلغة الأرقام نتائج العلمانية في الغرب. تؤكد دراسة حديثة أجريت عام 2017 أن العلاقة بين الخمر والسلوك العدواني تجاه الآخرين أصبحت حقيقة يقينية. فقد تم مراقبة سلوك آلاف من مدمني الخمر، وتبين أن العدوانية تظهر على مدمن الخمر تجاه أصدقائه وأقاربه وأهل بيته. وفي دراسة عام 2016 تقول بالحرف الواحد إن الكحول يجعل الناس عدوانيين، وهو عامل فيما يقرب من 40% من جرائم العنف المرتكبة في أمريكا. وفي بحث آخر في منتصف عام 2017 من أستراليا، وتحديدا من جامعة كورتين، يؤكد أن مجرد النظر إلى الإعلانات المتعلقة بالخمر هو أمر عدائي يحفز في دماغ من يشاهده رغبة لتناول هذا الخمر وربما الإدمان عليه. الأثر الأكبر لوحظ عند الأطفال عندما ينظرون إلى إعلانات الخمور، وقالوا بالحرف الواحد يجب منع النظر إلى هذه الإعلانات المتعلقة بالخمور كي نحمي أطفالنا وشبابنا من الانحراف. سبحان الله، انظروا كيف ينادون بضرورة منع ليس الخمر بل مجرد النظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قبل 14 قرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. سبحان الله، انظروا حرص هذا النبي الكريم على أمته بل على الناس جميعا. أراد أن يبعد عنك أي شر يتعلق بهذه الخمور، حتى مجرد حملها، مجرد النظر إليها، مجرد أن تعمل في هذا المجال أو أن تقترب من هذا المجال، كله حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الله لعن هؤلاء 10 لماذا؟ لينتج لنا هذا النبي مجتمعا نقيا صافيا خاليا من الحوادث، خاليا من الأمراض. لا ننسى أن الخمر مسؤول عن ملايين الحوادث سنويا حول العالم، مسؤول عن ملايين حالات الاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي سنويا أيضا حول العالم، ومسؤول عن عشرات الأمراض على رأسها السرطان. لذلك ألا نتبع ونقتدي بهذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم؟